مليجي، مرحبا بك وان شاء الله رمضانك مبروك. لا انا طاهر المليجي، محمود مليجي هو الممثل العملاق اللي قال عليه يوسف وهبي هو اكبر ممثل، هو محمود وتوفى الله يرحمه وينعمه. ما انا طاهر مليجي. طاهر مليجي الفنان الصحفي شاهد على العصر، انت على العصر الذهبي نتاع الفن في العالم، معناها في العالم العربي وفي تونس. انا مغروم بالفن من انا صغير، يعني ملي انا عمري تقريب اقل من 10 سنين كانت امي الله يرحمها وينعمها اجتها رحمه على طريقكم انتوما تنزل العروسات، وقبل العروسات النساء العروسات يعني يجيو يبداو العشرة متاع الليل للخمسة متاع الصباح في عرس جاب الأمارة في زنقة الوصفان في سوق النحاس. بكل عليك الأخبار كل عندك، ما نعرفش توا بعد العمر الطويل هذايا شنو اللي تبدل؟ قبل مغني برا فرق شكون معناه الجريدة باش تكتب عليه، وحتى كي تكتب عليه ساعات ما تخسرش عليه حق الواحد، حق يعجبكش توا الحكاية هذيا طبالة هذي. عيب عم الطاهر. عم الطاهر في بالك التليفون ممنوع في التلفزة؟ هاني سكرته، هذايا البورتابل ديما يجيني في وقت غير مناسب، أما أنا نسجل وإلا كي نبدا في التجيام هكاك يجي، ما بحبش تسكر هالطبالة هذايا. الطبالة ما حبش تسكر. يعجبكش توا؟ اي نعم سمعنا الغالب، حتى الجمهور اللي يتفرج جمهور الشاشة الصغيرة يعرف هالبيعة. شفتك مرة في التلفزة تحكي فرحان ومتناغم مع المنشط اللي قاعد يسأل فيك، ومن غدوة ثم زميل شافك في المترو تسب في البرنامج وفي القناة، معناها شنو هي هالتناقض اللي في شخصيتك؟ معناها لأول مرة نجي في الاستوديو هاو مدخم وفيه إمكانيات كبيرة كهو لاباس عليها، غير ربما وقت نتاع قايل تو حقني مقيل نسجل فيها. نسمع فيك عم الطاهر، قلت لك ثم ناس يشوفوك تسب في المترو. المترو نتفكر ماهوش توا مسيب. لا ما طرش الانسبكتور الكونترولور الخلاص، توا واحد يقص في السيكوندا يطلع في البريمة. عم الطاهر وما دراك مازال يطلع في المترو في العمر هذايا في القدر هذايا الفني، معناها بعد مسيره كبيره مازال تطلع في المترو، علاش عندك ما عندكش كهرباء خاصه مثلا؟ ما عنديش امكانيات، مانيش انسان غني انا، وخاصة عندي ميزانية كبيرة القطاطسي وقطاطس الحومة. اي شيء معناه يضحك 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 يضحك، كنت نشوف شنو نخسر عليهم كل يوم. مانيش مغروم بالقطاطس نتاع الكلام، لكن يسخفوني انا نسخف برشا. ماكش مغروم بالقطاطس وعندك 20 قطوسة، معناها ما نعرفش كان جيت مغروم قداش يوليهم القطوسة عندك في الدار. كان نعطيهم يفطروا فطور الصباح وعند الاول وفي الليل قبلي انا، مشكلة كبيرة. يعني مشيت لمصر 40 مرة لا يا عمين ما مشيتش، ونزلني نمشي لمصر. مصر عملت عليها مزية من خلال كتبها ونطالع ونقابل الفنانين. أنا قابلت أكثر واحد قابل الفنانين في مصر هو أنا. جيت لمصر 40 مرة وما خذيت حتى دور مهم يعني في الأفلام المصرية، يعني شنو الحكاية بالضبط؟ أنا عمري ما نمشي كي نبدأ في مصر، كان في عرض خاص نتفرج في السينما. أما إحنا منظمين الحق عليهم برشا. شنو تدخل القاعة نتاع السينما بيبسي بيبسي والغازوز تدخل نجي نتفرج على المصيبة هذيا. كنا اللي يجي ماشي للسينما كانوا يدراو ماشي العرس ساعة القايم يمشي نص صباح الحمام وينظف وكسوة وكذا باش يمشي يتفرج في فيلم. ما جاوبتني على حتى سؤال راه. 31 فيلم اللي قام ببطولتهم فريد أدرش تفرجت فيهم. عبد الحليم حافظ 17 فيلم عملت شفت له 16. عبد الوهاب 7 أفلام شفت 7، وأم كلثوم 6 فيلمات شفت 6، مغروم برشا. ومحمد فوزي فما ومش يسميوه الآخر عبد الجليل محمود، يعني الأفلام الغنائية والاجتماعية. عم الطاهر مريو هذاك اللي يجيب الأفلام العربي نتفرج نقولوا فيلم عربي، وليت نكبر نمشي واحد للسينما وعادي. كوبي كوبي ما كانش قبل سينما بيرمانون والناس داخلة وخارجة كنا في فندق الغلة. لا بريمير ماتيني ماضي 3 البراني على برا، دوزيام ماتيني 5:30 و9:15 متاع الليل السواري.
عم تظاهر؟ نسمع فيك بالكدا هكا وقعد في البقعة هذه باهي. الثورة التونسية تستحق انك تألف عليها كتاب. ما زلت ما ريت شيء انا من الثورة. لا حتى هي ما ريتكش اخي. هاو الاعتصامات ريت، انا نفكر اول ما جاء الاستقلال جابوا المجال الاكبر عند بورقيبة في باب في باب السويقة، عملنا عوادة اون بلينير ونساء الفوق قبل ما يطيحوا باب السويقة. توا ما ريتش انا لا عوادة لا حتى معلم الفرحة بل لأن أنا حققنا معجزة. ثورة لازم نحطوا بعدها عوادة باش أنت تألف عليها كتاب. عملت كتاب على اللي ريح بمناسبة المئوية متاعه، حكيت عليه بالطرف وفما التباس كبير. يا ترى الحفلة الأولى متاع اللي ريح ناجحة مش ناجحة، عندي روبورتاج من جريدة الشباب عام 36 كتب برا من تونس اللي حضر الحفلة وعطالوس، ومحمد التريكي اللي هو رئيس التخت حكي لي على اول واحد اللي كانت تربطني معها علاقه كبيره ككل الفنانين. العالم السياسه والسياسيين فيه برشا تمثيل. مثلت في لي كومبانيون دي جار وخذت الجائزه الاولى في فيلم في سال دي فيت دي سي كارنو. الفيلم مش فيلم هذا روايه لو كوميسار بونوفون دو كورتولين اللي لقبوه بموليير القرن العشرين. قلت عالم السياسه والرؤساء والوزراء فيه برشا تمثيل، علاش ما تعملش الطيب هكا على العالم هذايا؟ كيفاش نمش ندق عليهم؟ انت خدموني اعطوني المثل معاكم اعطوني كذا. عم تظاهر نسمع فيك توا. كل يعرفوك بالاماره ما نعرفش انا، كنت نحي كلمه بالاماره شنو معناها؟ كيفاش مليون نعرفوك احنا؟ انا كي نقول بالاماره تاكيد لك الخبر فهمت، وبالاماره ديما ينقص. هاي هاو تسك. عم تظهر برشا مخرجين تونس يحبوك تشارك في الافلام نتاعهم ما يخافوا من حاجه، اللي انت تبدا تحكي برشا معناها ديما تحكي خارج الموضوع. ما نحكيش برشا جميل نقنع. بشكروك عم تظهر شاركت معنا في الكاستينج هذايا، وباش نختاروك ان شاء الله يا اما في فيلم يا اما في برنامج تلفزي. مرحبا بك وبارك الله فيك على الاختيار وعلى حسن ظنكم، الى اللقاء.